بكم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. البداية بأخبار البطولة اللي تنطلق آخر هذا الأسبوع، والأندية بتبيع تتسارع هي والوقت، لأن الوقت قاعد يضغط عليها من أجل حلحلة الأمور الخاصة بالانتدابات ومنع الانتداب. ومن بين الأندية اللي نجحت في رفع الانتداب فريق اتحاد تطاوين، اللي تم الإعلان عن رفع هذه العقوبة. ممكن بدأت تنفرج ولا تبدأ تنفرج بالنسبة لاتحاد تطاوين، نعرف صعوبات كبيرة خاصة بالنسبة للتحضيرات، وطلب حتى وان المقابلة الأولانية ما يلعبهاش ضد فريق الترجي الرياضي التونسي. النادي الافريقي هو ايضا يسارع على الوقت في انتظار رفع العقوبه، عقوبه منع الانتداب، والهيئه تحاول ان تلقى حلول قبل انطلاق البطوله، والوقت اللي قاعد يضغط عليها. ملف تم غلقه هو ملف نبيل العماره في انتظار زوز ملفات بن عياده وايضا بالحسيني. أبقى في النادي الإفريقي اللي تعاقد مع اللاعب عبد الملك قلالش، لاعب المولدية في الجزائر. هو تم اختياره أحسن لاعب في مرحلة البلاي أوف في الدوري الجزائري لأقل من 19 سنة، موجود في النادي الإفريقي على سبيل الإعارة مع إمكانيات الشراء. لاعب آخر أيضا في فريق النادي الإفريقي الغاني محمد شوكان، اللي كان أمضى عقد مع الفريق 4 سنوات وعمره 21 سنة. في قواف القفصة قبل بداية الموسم، المدرب سفيان الحدوسي قرر أنه يغادر وينسحب من الفريق. البارح كان المدرب جهاد زروق هو اللي كان أشرف على الحصة التدريبية. على الميدان وديات، الاتحاد الرياضي المنسيري فاز على هلال المساكن ب3-0. ذكركم أنه آخر الأسبوع انطلاق بطولة الرابطة المحترفة الأولى، وفما بتبيع أندية أمورها القانونية تم تسويتها، وأندية أخرى مازال، بالإضافة إلى أنه عديد الملاعب أو على الأقل 3-4 ملاعب ما هم جاهزين، هو ملعب بنجردين، قفصة، المتلوي، وملعب بيجا أيضا اللي مازال في الأشغال حتى شهر نوفمبر. ننتظر إن شاء الله غدوة ندوة صحفية للمدرب فوزي البنزرتي الإعلان على القائمة بتاع المنتخب، غدوة الإعلان عليها، لأنه تنتظرها زوز مقابلات هامين في إطار تصفية كان المغرب 2025. زوز مقابلات، مقابلة في تونس ضد منتخب مدغشقر 5 سبتمبر، ومقابلة 8 سبتمبر نلعبوها في المغرب ضد منتخب غامبيا. تصفية تتواصل على 6 جولات حتى 19 نوفمبر، وتونس في المجموعة الأولانية مع مدغشقر، جزر القمر، ومنتخب غامبيا، هما 12 مجموعة، الأول والثاني يترشحوا للكان. 48 منتخب موجودين في التصفيات في المرة هذه الخاصة بالكان. اليوم الحدث الانطلاق الرسمي للألعاب البارالمبية في باريس كالعادة من ساحة الكونكورد. إن شاء الله احنا نستنيو تتويجات وميداليات بالنسبة للرياضيين بتاعنا اللي موجودين في أكثر من اختصاص على خلاف العادة، 4 اختصاصات: ألعاب القوات، رياتلون، البوتشا، وأيضا التجديف. ومحمد فرحات شيدة ومروى البراهمي هما اللي بتشوليو اليوم رفع العلم التونسي. البطولة العربية للسباحة في تونس، ونجاح كبير للسباح رامي الرحموني بعد إضافة الميدالية الثالثة البارح في سباق 1500 متر، وأيضا برقم بعاد على المصري الثاني ميدالية الفضية، وأيضا المصري الثالث ميدالية برونزية. توقيتهم 16 وأكثر، هو عمل توقيت 15 دقيقة 50 ثانية و39 جزء بالمية. الحقيقة كما قلت في فترات سابقة، وأنه السباح هذا أمباتابل رغم العمر متاعه صغير. إذا كان نتذكروا أسطورتنا أسامة الملولي ولا الحفنوي في الفئة السنية هذية ما كانوش عملوا النتائج هذية، إن شاء الله يكمل بطبيعة وإن شاء الله يتلهوا به أكثر، لأنه مشروع بطل كبير رامي رحموني اللي منتظر أنه يضيف ميدالية رابعة في سباق 800 متر اليوم. البارح جميلة بولاكباش في نفس السباق 1500 متر اكتفت بالميدالية الفضية بعد زوز ميداليات ذهبية، ونستناو أيضا في 800 متر الميدالية الذهبية الثالثة بالنسبة لجميلة بولاكباش. ماذا بينا تكون بطبيعة يكون نجاحها عربيا وإقليميا، تسيطر باش تنجم تشاع على المستوى العالمي. بخلاف الذهبية والفضية، البارح كانت ميدالية برونزية لعائشة بن ميلاد في 200 متر على الظهر. اليوم نستنيو رامي رحموني، نستنيو جميلة بولكباش، أمنة بن حسونة، حالي زروق، عن عديد الرياضيين اللي موجودين. لكن في الترتيب العام الحقيقة سيطرة كبيرة لمصر بأكثر من 120 ميدالية، 60 في الذهب، ولبنان طلعت علينا 11 ميدالية ذهبية، وتونس ب8 ميداليات ذهبية. كرة طائرة، بطولة إفريقيا للفتيات في قاعة المشيت بالبلفيدير، اليوم موعد دورة النصف النهائي. المنتخب التونسي يلعب ضد كينيا 6 متاع العشية، والأربعة يلعب المنتخب المصري ضد الجزائر.
الجزائر اللي كان فاز عليها البارح منتخب الذكور في القبة، منتخب أقل من 18 سنة، 3-0 مع فوز مصر على رواندا بنفس النتيجة، ومنتظر أنه في الدورة نصف النهائي أيضا باش نرجعوا نلعبوا ضد الجزائر. في كرة اليد آخر هذا الأسبوع إن شاء الله انطلاقة البطولة، حسيت لفيسة فيسة بطولة كرة اليد رجعت السبت هذايا، رغم أنه فما مشاكل زيادة متاع حضور الجمهور، قاعتين فقط باش يكون حاضر فيها الجمهور المحلي في مساكن وأيضا في تبولبا، وإحنا نعرفوا اللعبة هذايا الحقيقة ما تحلى كان بالجمهور، إن شاء الله يتم تلفي المشاكل هذايا بالجمهور يكون حاضر، جمهور مشاكل القاعة، مشاكل أيضا الحضور من الجماهير الكراسي وين باش يقعدوا، المهم وأنه على الأقل تتأثث اللعبة هذه ولعبة كرة اليد بالعناصر الكل اللي أهم عنصر فيها الرأي أنه الجمهور. في الجولة إذن في البرنامج هلال مساكن ضد مكارم مهدية، نادي كرة اليد بجمالة ترجي، نادي سقية الزيت النادي الإفريقي، اتحاد منزل تميم بعث بن خيار، جمعية الحمامات سبورتينغ المكنين، ونسر تبولبا ضد النجمة الساحلي. مقابلات كما قلت ينطلقوا السبت هذايا الأربعة تاع العشية. العالم أواسط في ألعاب القوى أقل من 20 سنة في ليما في البيرو، واسم يبرز اسم تونسي محمد كريم العمري في سباق 800 متر اللي على 6 سيريات يكون هو الأولاني في السباق، تأهل كأفضل توقيت، يعني فما أمل كبير موجود وأنه تونس تتحصل على ميدالية بفضل كريم العمري، عمل توقيت وشخصي دقيقة 49 ثانية 21 جزء بالمئة، كما قلت هو أحسن صاحب أحسن توقيت في المتأهلين الكل، مستنيوه في النصف النهائي غدوة 10:15 متاع الليل. عالميا وبالتاكيد سابدا من الليغا والنجاح الكبير لفريق برشلونه مع بدايه الموسم 3-3، والبارح رغم الصعوبه ضد رايو فاليكانو اللي عاده ما يعمل معاه الحقيقه مقابلات كبيره، وزيد البارح سابق بهدف، يرجع فريق برشلونه في العشر دقائق الاخرانيه مع شكون، مع اللاعب داني اولمو اللي في اول حضور ليه يسجل اول هدف، ما يعني انه الفريق ماشي في ثنيه صحيحه 2-1 لفريق برشلونه وتسع نقاط. اليوم أتلتيكو ضد الإسبانيول، والريال يلعب ضد لاس بالماس نهار الخميس غدوة. برج دوري الأبطال البارح ترشح يانج بويز على جالاتا سرايا التركي بعد الفوز عليه هدف لصفر، وجدد بطبيعة انتصاره بعد ما كان فاز ذهابا 3-2. سبارتا براغا تشيكي نفس النتيجة ذهابا وإيابا على مالمو السويدي 2-0، وريد بول سالزبورغ النمساوي لعب ضد دينامو الأوكراني وتمكن من الترشح 2-0. 1-1 بعد لقاء البارح. اليوم نستناو واحد من اهم المباريات بتبعها، هما اربع مقابلات نختتموا بهم مقابلات البراج، ليل يلعب ضد سلافيا براغ تشيكي، وليل الحقيقه من اكثر الفرق اللي عملت فرجه سنة في مقابلات التصفيات ومقابلات البراج. مادام حكيت على دوري الابطال، غدوه الحدث بطبيعه القرعه الخاصه بدوري الابطال اللي فيها تجديد كبير، بما انه القرعه مش تكون يدويه، القرعه بتكون بالحاسوب، شكون اللي يجبدوا بطبيعه، ونقعدوا نستناو القرعه هذه بحضور النجم الكبير اللي باش يتم تكريمه كريستيانو رونالدو، اللي تم بطبيعه اعتباره وهو ارقامه تقول هكا انه افضل لاعب افضل هداف في دوري الابطال، هو تم تكريمه وباش يتم تكريمه تقديرا لارثه الاستثنائي في البطوله هذه على مدار 18 عام ب 140 هدف. ما نجم نختم كان باسم جواو كونسيلو، لعب فريق برشلونه اللي مشى للدوري السعودي، لعب في البرسا، لعب في المان سيتي، لكن بطبيعه باش يكون موجود في الدوري السعودي ضد مع فريق الهلال، ومنافسه سيكون النصر كالعاده، لكن نتصور انه بالنجوم الكبار الهلال كالعاده هو باش يكون الزعيم. النصر البارح 4 اهداف مقابل هدف على الفيحاء، ومنهم هدف لكريستيانو رونالدو. هكا نختم معكم أخبارنا، إن شاء الله نتقابلوا في موعد قادم، أجمل تحياتي نجوى طلبي.